قال ويذرهم في طغيانهم يعمهون. طغيانهم أي جبروتهم وعنادهم وكبرهم، يعمهون أي لا يرون طريقهم، يتلمسون طريقهم. ويذرهم يدعهم في طغيانهم، كما قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويذرهم فيها ثلاث قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة رضي الله عنهم أنه قرأ ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وقرأ ويذرهم بسكون الراء ويذرهم في طغيانهم يعمهون، وجاءت بنون الجمع ونذرهم في طغيانهم يعمهون، في كلها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم.